تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهرة. في بداية هذه الحلقة وقبل أتكح، أنا أبغي أرحب بالدكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة لدبي، موجودة معنا. يا صباح الورد والفل والياسمين. صباح الخير دكتورة. وأيضا دكتورة، بما أني أنا لين حين ما حطيت السؤال فبخلي السؤال عليك اليوم. خلاص أوكي. إنزين، فعندك دقيقتين تعطينهم السؤال. أحكي هلا؟ أحكي. أوكي. خوفينا يعني؟ لا. من تطبيق طفلي. أي. السؤال بيقول: لمنع التشوهات الخلقية في العمود الفقري لطفلك عليك البدء بتناول الفوليك أسيد أول الحمل ولمدة 12 أسبوع، قبل التخطيط للحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع، خلال الحمل ولمدة 12 أسبوع. سؤال مرة ثانية. الخيارات مرة ثانية. أوكي. لمنع التشوهات الخلقية في العمود الفقري لطفلك عليك تناول الحبوب الفوليك أسيد أول الحمل ولمدة 12 أسبوع. أول الحمل لمدة 12 أسبوع. قبل الحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع. قبل الحمل بأشهر لمدة 12 أسبوع. خلال الحمل أي شهر يعني ولمدة 12 أسبوع. أو خلال الحمل، يعني قبل الحمل أو خلال الحمل أو أول الحمل. أول الحمل قبل الحمل. قبل التخطيط للحمل، خلال الحمل. إنزين، عندكم هاي ثلاث خيارات: أول الحمل، خلال التخطيط للحمل، أو أثناء الحمل. نعم. يمكنكم إرسال الإجابة على 4006. صح. الاسم الثلاثي الله يخليكم مع الإجابة السليمة. طبعا حاولت أختصر الإجابات قدر الإمكان، ما شاء الله هي كل خيار. لأنه هو موجود في تطبيق طفلي. أيوه. ومحطوط بالتفصيل. بالضبط. والمدة كم. بالضبط. فهي المدة تتراوح بين 12 أسبوع دائما، سواء بلش أول أو قبل أو خلال، هي المدة لازم تكون مصاحبة ل 12 أسبوع. جميل جدا. طيب دكتورة، نحن أيضا ما نفتح المجال لمستمعين الكرام اللي حاب يشارك معانا. لا، فايز واحد اليوم، مو كل يوم العيد ترى. نفتح المجال لمستمعينا كذلك اللي عنده أي استفسار أي سؤال ممكن يطرحه على الرقم 600-55-1414. الدكتورة موجودة وإن شاء الله بتحاول قدر الإمكان أنها ترد على جميع الأسئلة اللي تتعلق حقيقة ب يعني إنجاز هذا الشهر الكريم بشكل صحي، وأيضا التعرف على مائدتي الإفطار والسحور، كيف يمكن لنا أن نخرج بهذه المائدة من خلال التجارب العلمية والعملية والبحوث والدراسات، وأيضا النتائج التي توصل لها العلم وما تم توثيقه صحيا لما يجب علينا تناوله في هذا الشهر الفضيل. ما استقبل اتصالاتكم إن شاء الله، فاللي حاب يتواصل معانا إن شاء الله ممكن على رقم 600-55-1414 بعد الفاصل. بعد الفاصل الأول، نحن بعد باقلنا على الفاصل الأول بس ما نفتح المجال بعد الفاصل. دكتورة، اليوم نحن وصلنا تقريبا ولله الحمد، يعني ما شاء الله ما شاء الله، جنة البارحة بدينا. اي صح، جنة البارحة بدينا الشهر. ف سبحان الله، يعني 15 يوم مضت.
فشو ممكن نقول؟ يعني صراحة يعني فعلا 15 يوم خفاف ظراف مع أنه الجو حار، لكن الحمد لله هذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. أتمنى أنه الناس اللي سمعت كلامنا وطبقت الإرشادات الصحية سواء من عندي أنا أو من عند محمود أو من عند الأطباء اللي كانوا معانا باستضافتنا الأول 15 يوم أخذتوا منهم الاستفادة وطبقتوا اللي تكلمنا عنه حتى تحصلوا على نتائج إيجابية لصحتكم، لأنه بالآخر إحنا وجودنا اليوم في صحة وسعادة حتى نقدر نخدمكم ونعزز الصحة لديكم ويكون لكم فوائد من رمضان بدل ما يكون دائما بعد شهر رمضان الكريم محمود تزدحم عيادات التغذية بارتفاع الكوليسترول، ارتفاع في الوزن، ارتفاع في الضغط، وبيسألونا ليش بعدين، فبيكون في خلل في العملية. فالحمد لله 15 يوم وإن شاء الله كمان 15 يوم لسه في درب تام لحتى توصل حتى لتصحيح العادات وتستمر معك. جميل، أعيد السؤال عليهم لأنه وايد مسجات كانت تتحدث أنه ممكن تعيد السؤال. السؤال يقول: لمنع التشوهات في العمود الفقري لطفلك عليك تناول، مش عليك، عليك عليك تناول الفوليك أسيد الخيار الأول أول الحمل ولمدة 12 أسبوع، الخيار الثاني قبل الحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع، الخيار الثالث خلال الحمل ولمدة 12 أسبوع. يعني أول الحمل، قبل الحمل، أو خلال الحمل. صحيح. أيضا دكتورة، يعني من بين المبادرات التي يعني تقوم بها هيئة الصحة بدبي، هنالك خيمة رمضانية بمركز ملتقى الأسرة. هذه الخيمة شارك فيها معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي المسنين، مساء يوم السبت الماضي في فعاليات وأنشطة هذه الخيمة التي خصصها مركز ملتقى الأسرة لإحياء أيام وليالي رمضان بمجموعة من الأنشطة الدينية التثقيفية الترفيهية الموجهة لكبار السن. أنا اسمحي لي باخذ عبر الهاتف الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز ملتقى الأسرة عشان تعرفنا أكثر عن هذه الخيمة وعن هذه الأنشطة التي تقام خلال هذا الشهر الفضيل. حياك الله معانا دكتورة سلوى. يا هلا محمود. يا هلا دكتورة، يا ليت بس تعطينا أول شيء يعني نبذة عامة عن هذه الخيمة، وأيضا بعدها شوي ما نتكلم في بعض المواضيع الخاصة بكبار السن. أكيد. طبعا الخيمة الرمضانية في مركز ملتقى الأسرة واستراحة شواب سابقا تنطلق للسنة الثالثة على التوالي. مبادرة أطلقتها هيئة الصحة وسمتها مبادرة لا تقطعونا، موجهة لكبار السن. الهدف من هذه المبادرة أصلا هو تحقيق وتنفيذ رؤية المركز اللي هي تعزيز الشيخوخة النشطة ودمج كبار السن بالمجتمع بشكل إيجابي. طبعا انطلقت الفكرة قبل 3 سنوات، كانت فكرة موظف من موظفينا في المركز. كنا دايما نشوف شهر رمضان طبعا هو شهر التواصل، لكن اللي كان يصير انه طبعا المركز فيه طبعا مرضى مقيمين وفي مراجعين خارجيين. كان الوضع في رمضان ان المقيمين من بعد الفطور خلاص الدنيا عندهم هادية وما في شيء، ما في اي نشاط او اكتيفيتي ممكن يسوونها، والمرضى الخارجيين كانوا ما يجون عن المركز يعني لان الصيام الصبح وفي الليل خلاص مشغولين ويا اهاليهم، فكانوا ينقطعون عن المركز. فصار في ان الانبيشنز او المقيمين حاسين بشويه عزله، والاوتبيشنز او المراجعين الخارجيين بعاد عن المركز. كانت فكره الموظف اللي عندنا ان ليش ما نسوي خيمه ندمج الاثنين ويا بعض بحيث ان الكل يستفيد، الاوت بيشن ما ينقطعون عن المركز والان بيشن يحصلون لهم ونيس مثل ما نقول. جميل جميل، فكرة جميلة دكتورة. وأيضا التطبيق حقيقة تطبيق رائع لهذه الفكرة. الآن دكتورة، اللي حاب يشارك من المستمعين ويزور الخيمة، هل الدعوة عامة، هل المجال مفتوح، ومتى هي ساعات العمل عندكم؟ الدعوة عامة لكافة أفراد المجتمع. الخيمة سويناها مثل ما قلت علشان نحقق رؤية المركز بدمج المسنين بالمجتمع. احنا دائما نعطي صورة إيجابية عن مراكز دور رعاية المسنين، نحاول نحن نشيل الصورة السلبية اللي موجودة
لدى بعض الناس للأسف اللي دوم مرات تسميها دور عجزة. إحنا ما عندنا هالمصطلح وبالعكس ما نحبه. إحنا مسلمين دائما على تواصل مع المجتمع، الخيمة المجتمع بشكل يومي، حتى في الويكند الجمعة والسبت الموظفين شغالين موجودين. وهذا الكلام يعني فور يعني على مدى الثلاث سنوات السابقة، يعني في الويكند الموظفين دائما شغالين. دكتورة سلوى كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. وفاء معك دكتورة سلوى. يعني أنا صراحة بشوف قديش أنت لحالك عندك هذا الباشن، يعني قديش أنت بتحبي تعطيهم، وبالتالي من عيونك ومن طريقة التعامل معك جذبتي، غيرتي المفهوم بطريقة، يعني دعمتي هذا الشيء، وفعلا بتحس الناس محمود بحبوا يتعاونوا معها، لأنها هي نفسها شخصيا الدكتورة سلوى مع الطاقم اللي معها بحب يشتغلوا، مش انه فرض ولا هي دعايه. العمل معهم ايجابي. نعم نعم. وانا دائما اقول للموظفين، اقول لهم احنا في هذا في هالوظيفه نستلم اجر قبل الراتب. صحيح صحيح. وهذا اهم شيء، يعني صحيح. دعواتهم وبركه دعائهم. جميل. دكتورة سلوى، بتحسي انه لما عملتي هاي الفعالية هل صار في تقارب اكثر من الاهالي، من الاقارب، من المجتمع للاشخاص نفسهم الموجودين عندنا؟ طبعا. حلو طبعاً. حلو. صار في تقارب وصار في يعني التزام. انا 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 يهمني الفكرة، فكرة دور رعاية المسنين تتغير. لما يزورون ناس أو أي وفود، سواء كانت مؤسسات، هيئات أو أفراد أو حتى متطوعين، دائما أنا شخصيا أحب أسألهم سؤال أنه كيف كنتوا تتوقعون المركز يكون؟ للأسف عدد كبير منهم يقولوا لي إحنا توقعنا ندخل نلقى شواب يصيحون لأن أهاليهم تركوهم في هالمكان. صحيح. لما يوم يشوفون الوضع ويشوفون شوابنا أكتف مبسوطين فرحانين very positive، تتغير الفكرة تماما. فأقول لهم بالعكس، إحنا المركز ملنا مركز إيواء للحالات التي ليس لها أقارب من الدرجة الأولى، واللي عندهم أهالي بالعكس إحنا we don't replace the family، إحنا مش بديل للأسرة. المكان الطبيعي لكبار السن هو العائلة. إحنا مجرد أن إحنا نساعدهم لأنهم يعيشون حياة كريمة. ممتاز دكتورة. نحن يعني إن شاء الله في القادم من الأيام نحاول نخصص حلقة خاصة فقط نتحدث فيها عن مركز ملتقى الأسرة، اللي سمي أصلا ملتقى الأسرة، تغير اسمه من صراحة الشواب إلى ملتقى الأسرة. لكن أنا بطلع فاصل دكتورة، بس قبل أطلع فاصل نصيحة عامة تبغين توجهينا للمستمعين عن الاهتمام بكبار السن خلال هذا الشهر. طبعا كبار السن هم بركة، وجودهم صحيح. في كل بيت عبارة عن بركة، يجب ان احنا نعطيهم من وقتنا للكلام معهم. انا دائما اقول دائما في صمت مع كبار السن، هم الشغلة اللي يحتاجونها اكثر من الادوية واكثر من الامور الدنيوية يعني، او الاحتياجات الطبية ما نقول، يحتاجون احتياجات نفسية. صحيح. يحتاجون الكلام والتواصل. جزاك الله خير دكتورة سلوى السويدي، مدير مركز ملتقى الأسرة، وأيضا الدعوة هذه نكررها كذلك لجميع المستمعين بالتوجه إلى الخيمة الرمضانية بمركز الملتقى ملتقى الأسرة في الممزر من بعد التراويح لين الساعة 12. الألعاب حلوة والمكان جميل صراحة. المكان جميل جدا. إذن شكرا لك دكتورة. نعيد نذكر بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول: لمنع التشوهات في العمود الفقري لطفلك عليك بتناول الفوليك أسيد أول الحمل ولمدة 12 أسبوع، قبل الحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع، خلال الحمل ولمدة 12 أسبوع. يمكنكم رسالة الإجابة السليمة على 4006 وفاصل وما نرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا بسؤال حلقة اليوم، واللي يمكنكم إرسال الإجابة على هذا السؤال على رقم 4006، والفائز أيضا بيحصل جائزة مقدمة من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، عبارة عن جهاز لوح ذكي. السؤال يقول هو طبعا مستوحى من تطبيق طفلي،
السؤال يقول لمنع التشوهات في العمود الفقري لطفلك عليك بتناول الفوليك أسيد أول الحمل ولمدة 12 أسبوع، قبل الحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع، خلال الحمل ولمدة 12 أسبوع. وبما أن معظم الإجابات يعني كانت خاطئة فبشيل أنا أول خيار، اسمح لي دكتورة نسهل على المستمعين، أول الحمل نشيله، فبتكون الخيارات ما بين قبل الحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع ولا خلال الحمل ولمدة 12 أسبوع، يعني قبل الحمل مع الاسم الثلاثي، خلال الحمل مع الاسم الثلاثي. ف إن شاء الله نتمنى يعني نحصل أكبر قدر من الفائزين. أيضا دكتورة بس أبغي أذكر بالحملة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، هذه الحملة العالمية للتبرع بالدم تحت شعار كن الأول في التبرع بالدم، واللي يروج لها نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو، عاد الله العالم حين بيتأهلون البرتغال على الدور اللي جاي ولا لا، احتمال لأنه عم بعمل أشياء إنسانية تأهل والله ما أدري ما أبغي أشارك ميولي الكروية على الهواء. عموما الحملة هذه يا جماعة الخير مستمرة، يعني قامت بها هيئة الصحة للتوعية بأهمية التبرع بالدم. يمكنكم يعني الذهاب للتبرع بالدم بالنسبة لغير الصائمين خلال الفترة الصباحية انزين لين الساعة 2 من 7 لين 2، لكن ايضا في الفترة المسائية للي افطروا ممكن انهم يتوجهون الى مركز التبرع بالدم من الساعة 7:30 او 8، خلينا نقول 8 لين الساعة 12، صح اشواق، للساعة 12 دوامهم في للوحدة للوحدة وما يكونوا ماكلين اكل دسم، اي وما يكونون ماكلين اكل. اذا من الساعة 8 لين الساعة 1 بعد منتصف الليل. حقيقة احنا ليش نبغي نذكر بهذا الموضوع دكتورة؟ لان احيانا في رمضان شوي يصير فيه دروب في موضوع التبرع بالدم، ومش بس هيك صراحة انا يعني ما بعرف ليش عم بصير هيك، بس عم بشوف كتير حوادث كمان وعم نفقد ناس، يعني حتى في ناس احنا بنعرفها للأسف نتيجة اللي يعني بيكون فيهم فقد دم كتير. التبرع بالدم يعني لمن استطاع وكان عنده قدرة انه يتبرع، الرجاء المساهمة في هذا العمل الإنساني، لانه فعلا فعلا محمود ما بتصدق ايش بينقذ ارواح. صحيح، فيا جماعه الخير يعني ان يعني كالعاده مثل ما اقول دائما ان افضل واعلى مراتب الانسانيه هو التبرع بالدم. ما بالك بعد حتى لو واحد يروح يتبرع بالصفائح الدم، هذه يعني يا الله قديش حيخدم ناس وقديش حينقذ ارواح. انزين بإذن الله إن شاء الله يا رب. فمثل ما قلنا لكم اللي حاب يتبرع يتوجه. أحيانا دكتورة يعني ما نتكلم عن موضوع الغذاء شوية، الواحد يوم في رمضان يعني يقول أنا روحي صايم طول اليوم وأصير أتبرع بالدم بعد وبيوع وما بيوع وما أدري إيش. بس هي فيها كتير فيها كتير عائد صحي على جسمك لما بتتبرع، بتجدد الخلايا، بتحس حالك أنشط، بتصير في عندك لما بتتجدد الخلايا كأنك لاعب رياضة وعامل يعني فترة طويلة، فصحية يمكن أولها بتحس أنه أنت وقت، ويمكن أنه بتبرع وأنا لازم أكل أكل معين ما يكون دسم وكذا. اختار يوم أنت ما تكون ماكل فيه دسم وأنت متأكد أنه أنت، وهذا يعتبر يعني ما بعرف، ما بدي أفتي إذا كان صدقة ولا لا، لكن هو عمل إنساني إنه إنقاذ الأرواح أكيد تجزى عليه يعني. صحيح، يعني ومن أحياها فقد أحيا الأرض جميعا إن شاء الله. عموما نرجع حق مواضيعنا الغذائية اليوم، شو محضرت لنا دكتورة؟ امبارح لما كنا في الملتقى الرمضاني تاع هيئة صحة دبي، مشكور بشكر طبعا معالي حميد القطامي على هاللفتة الرائعة صراحة، كان في كتير أسئلة على القهوة. انت شو بتعرف عن القهوة؟ بتحبها ولا لا؟ اول والله الحياة يعني ما غير قهوة صراحة. صح، انا عندي القهوة شيء رائع. خلينا ناخذ شوي بس يعني شغلة شيء تاريخية على القهوة. يقول يعني الآراء اختلفت حول أصل كلمة قهوة، حد منهم أرجع لمنطقة كافة في الحبشة
واللي ترجع لها أسطورة الراعي الوارد يعني ذكره هو اللي 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 عطى اللي شاف على الغنم عنده مجموعة من النشاط اللي صاير في بعد ما كلوا نبتة معينة. فمن خلال هذه النبتة دكتورة قام جرب هذه النبتة وشربها وبالفعل حس بهذا النشاط مرة ثانية مع بعدين اكتشفوا القهوة. لكن الشاهد أن عند العرب زين هي دخلت يعني مو من زمان، دخلت من فترة بسيطة 5 قرون يمكن ما كانت معروفة قبل القرن السابع الهجري، إلا أن كلمة قهوة كانت موجودة في معجم اللسان العربي كاسم من أسماء الخمر. زين رجعوا، لكن الشاهد أن هي كانوا يأكلونها كمكسرات حتى في أثيوبيا. أنا بحب أكلها تدي البن قبل ما ينطحن، لما أروح أجيب القهوة أخذ حبوب أحبها. يعني أنت مدمنة. أنا بحب القهوة لكن لا بشوف يعني الحمد لله شفت الناس اللي لله الحمد هذا من فضل ربي، يعني الناس اللي بيصير عندها صداع وكذا بتتذكر أول رمضان قلنا إذا الواحد بده يصوم يعمل دروب للقهوة، يعني الإدمان هذا شيء الشخص بيعمله بنفسه مش أتوقع يعني. صحيح، خلينا نأخذ فوائد القهوة الصحية. يعني خليني أقول إنه القهوة أولا غنية جدا بالفلافينويدز ومضادات الأكسدة وفيها كتير فوائد، وحتكلم على دراستين بتأكد دراستين حديثتين، وطبعا اللي أنا بتكلم عنه ممكن الناس تدخل على النت وتشوفهم على موقع health.com الطبي. قالوا أنه شرب القهوة وخصوصا للنساء تقلل إصابتهم بالاكتئاب، وعملوا دراسة مدتها 10 سنوات على فئة من النساء على عدد معين من السيدات، لأنه فقط 5% صار عندهم اكتئاب، بينما باقي النسبة اللي هي 95% من السيدات اللي أخذوا من 2 إلى 3 أكواب من القهوة في اليوم لم يتعرضوا للاكتئاب. هذا الدراسة الأولى. الدراسة الثانية اللي انعملت على القهوة في فنلندا استهدفت الرجال والسيدات، وأكدت أنه هناك ارتباط وثيق بين ارتفاع شرب القهوة وتدني خطر الاكتئاب والانتحار عند الرجال. وكذلك دراسة سويدية أجريت في شهر 3/2011 على 25,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 79 و83 عام، استمرت لمدة 10 سنوات ونشرت في جمعية القلب الأمريكية. دراسة أكدت أنه من شرب أكثر من كوب قهوة يعني من 1 إلى 3 خفضت خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 22 إلى 25% مقارنة بمن لم يشربوا قهوة بالمرة أو شربوا فنجان واحد فقط. فطبعا لها فائدة، مضادات أكسدة عالية بتساعد على حتى محاربة باركنسون ديزيز والألزهايمر فيها. متى نشربها في رمضان دكتورة؟ أنا بشربها صراحة بعد الفطور بربع ساعة، بعد ما أصلي العشاء وقبل التراويح، يعني بهيك بحب أشربها. يعني بعد الفطور بساعة؟ إيه تقريبا. أنا هيك أنا يعني ما بحب أخلط كل الأمور، فباخذ فطوري بحب أستمخ في الإفطار، وبعد هيك بيجي فنجان القهوة بعد الصلاة. تبين تستمخين؟ أستلذ في فنجان القهوة يا محمود. شو يعني أستلذ؟ يا نعم هيك باخذه أنا عيبني مصطلح لأنه بروح على المخ ويمنع الاكتئاب ويعطي السعادة، بيرفع هرمون السيروتونين فبتحس هيك بالهابينس. طيب. خصوصا عند السيدات ها؟ أيوه أنتم ما شاء الله وايد تشربون قهوة. أنا يعني أتكلم عن نفسي، نعم أنا أشرب القهوة كثيرا. طيب أنا خليني أذكر بسؤال الحلقة، لمنع التشوهات في العمود الفقري لطفلك عليك بتناول الفوليك أسيد قبل الحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع، خلال الحمل ولمدة 12 أسبوع، قبل الحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع. لأنه وايد إجابات خطأ دكتورة. شوف هدفنا نصلح المعلومة والمعلومة توصل بالضبط. فاليوم ما حينسوها لأنهم تعرضوا أنهم يجاوبوا غلط فحيوصلهم الصح.
طيب دخلوا على التطبيق طفلي موجود الجواب. صحيح صحيح. خلينا نطلع فاصل قبل لا تضربنا ميثة مستمعينا. فاصل يمكنكم رسالة الإجابة بس قبل فاصل على الرقم 4006 الإجابة قبل أو خلال قبل الحمل أو خلال الحمل على الرقم 4006 مع الاسم الثلاثي. فاصل وما نرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. يعني دكتور أنا قبل الفاصل أتحدث عن تبرع بالدم وذكرت ومن أحيا فقد أحيا الأرض جميعا، هي يعني أنا ما كنت أتطرق إلى الآية ولكن إلى معنى الآية، ولكن الآية السليمة مثل ما ذكر أحد المستمعين اتصل فينا جزاه الله خير، هي الآية قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وطبعا هي ذكرت في مسألة أن الواحد إذا يرفع الظلم عن أخيه ولا الأذى، يعني ما نبغي ندخل في تفاصيلها الدينية بس جزاها الله خير، يعني هو من باب الحرص على أن تكون المعلومة سليمة. أيضا مستمعينا نذكركم بسؤال الحلقة لمنع التشوهات في العمود الفقري لطفلك، عليك بتناول الفوليك أسيد قبل الحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع، خلال الحمل ولمدة 12 أسبوع، ونحن عندنا مو ب 12 أسبوع عشان نتلقى الإجابة، لا عندنا تقريبا 10 دقائق زين ومنوقف استقبال الإجابة ومنختار الفائز. عندنا أيضا مداخلة دكتورة. ألو أبو ناصر. أين أبو عبد الله؟ أبو عبد الله تفضل يا سيدي تفضل. من فضلك يطول لي بعمرك، بغيت استفسر عن من الدكتورة عن اللي عندهم مرض السكر، يعني بالنسبة للمواد الغذائية وشو اللي يعني أفضل أكلها، وبالنسبة للقهوة المعلومة بسيطة يا سيدي، أنت تكلمت عن القهوة إنها أنت من اليمن صح؟ نعم. إنزين القهوة يعني اليمن مشهورين فيها كذلك من أماكن زراعتها، فتفضل. لكن الآثار يعني والتنسيبات الذي أثبتت الآن 7000 سنة قبل وجدوا لها أنها كانوا يتناولوا القهوة في اليمن، يعني 7000 سنة؟ ما عندي هذه المعلومة. والله هذه المعلومة في الأثر الذي طلعت حديثا في سبأ في مأرب وتنقيبات الجديدة، كان يستعمل القهوة قبل ما تظهر فيها. والله على حسب الوثائق اللي موجودة، يعني هي منتصف القرن الخامس عشر ميلادي، ويقولون الشيخ الذبحاني في منتصف القرن التاسع هجري هو أول من أدخل المشروب إلى الجزيرة العربية. إنها كانت يا سيدي عموما المهم أنتوا مشهورين بالقهوة، أنتوا مشهورين بالقهوة، ما بدخل في التفاصيل هذه. عند الغزو الأثيوبي لليمن حبيبي عبد الله إلى أثيوبيا. صحيح عبد الله جزاك الله خير، أنا ما أبغي أدخل في تفاصيل تاريخية على كثر ما أنا تمني المعلومة الصحية من وراء. هو النوع الأول ولا النوع الثاني من السكر؟ النوع عندي بنتي من النوع الأول وعندي أنا من النوع الثاني. ما نتكلم عن النوعين ان شاء الله. تامر يا ابو عبد الله، في عندنا مداخله ثانيه بعد. اوكي تسلم ربي عليك وشكرا على المعلومات هذه، جزاكم الله الله يسعدك بارك الله فيكم ومبروك عليك. خليه يكمل واحد قطعتي عليه، جزاك الله خير ابو عبد الله تفضل يا دكتور. هلا بالنسبه للنوعين، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول اللي هي بنته اقول لك ابو عبد الله تروم تاكل كل شيء، لكن يجب انها تجلس مع اخصائي التغذيه والدكتور السكري حتى يتم حساب الانسولين مع الاكل، يعني ما في شيء ممنوع عن طفلتك انها تاكله، ولكن يجب عليها انها تجلس مع حد يعلمها حساب الكربوهيدرات، وكان هذا احدى الاسئله في تطبيق حياتي. الكربوهيدرات هي اهم شيء يجب حسابه في مريض السكري النوع الاول. النوع الثاني اللي هو حضرتك بدنا نشوف اذا عندك وزن زائد ولا لا، وبالتالي يتم حساب السعرات الحراريه. الاكلات اللي ممكن تاكلها
بالنسبة لك أنت شخصيا تمتنع عن الأشياء اللي فيها أطعمة مدهنة، يكون توسيع الوجبات فطور غدا عشاء وجبة خفيفة بالنص، نحسبها على حسب وزنك وطولك وعمرك وكم لازم تأخذ في اليوم، وبالتالي وطبعا على حسب طبيعة أكلك أبو عبد الله سواء أنت أو طفلتك الله يحفظها، شو الأكلات اللي تحبونها إحنا بنحسب لها لكم وترمون تأكلون كل شيء. المهم الحساب والتوازن والاعتدال وعدم الإسراف في عملية تناول السكريات والأطعمة المدهنة، هذا أهم شيء. جميل، خلنا نأخذ مداخلة من المستمعة شمة. تفضل يا شمة. ألو، صباح الخير. صباح النور، يا هلا تفضلي. كيف حالكم؟ عاملك بخير؟ أنت بصحة وسلامة. عندي مداخلة بس مش يعني هي بس من ضمن الكلام اللي تكلمته عن التبرع بالدم. نعم. أنا عندي بنت تعشق تروح تتبرع بالدم. يا سلام عليها. يا سلام. عندها وما تشوف سيارة تقولي ماما وقفيني. ما شاء الله. سبحان الله، الله يحفظها يا رب. هي فأقولها أنت يعني هي ضعيفة مرات تروح فما يقبلون لهم عندهم أوزان معينة. نعم. يعني. تحت 50 ما يأخذوا. صح. أيوة، فهي تزعل لما تصير وما يطيعون يأخذون عنها اللي هو التحليل أو يكون مثلا عندها شيء يمنع. فنصيحة يعني للناس جميعا أنهم يعني الفعالية هاي تعتبر فعالية مجتمعية. صحيح. دينية طبية نعتبرها أي شيء. يعني هي قاعدة تساعد الدولة أولاً، طبعاً نحن من الدول اللي هي ما نستورد دم من برا، هذا شيء معروف من زمان. وهذا الأحسن صراحة شمة. هي نعم، بس بعد نحن لازم نساعد عشان نحن نكون مستمرين في هالمجال. صحيح. ونرقى في هالمجال، يكون صحيح. الناس كلهم مستفيدين من، لأن في عندنا نحن فصائل دم نادرة في البلاد. صحيح. وفي ناس موجودة عندهم هالفصائل، سبحان الله، بس ما يصيرون يتبرعون. فنحن ننصحهم هذا شهر الخير. التبرع بالدم ما ينقص من الإنسان شيء، بالعكس يجدد له الخلايا. صحيح. جميل. شمانة وايد وايد شكرا على هذه المداخلة، يعني مداخلة جميلة جدا. وأيضا أشدد على كلامك، أول شيء أنك أنت تزرعين في بنتك يعني هذه المعاني الإنسانية الجميلة، فجزاك الله خير. هي اللي قاعدة تزرع فيني. الله يحفظك إياها. أنا أخاف من الإبرة أساسا، إبرة التبرع أنا أخاف منها. زين. لا لا ما تخوف، خذي تحت الأطفال ما عندنا مشكلة. أنا أحب كلام الدكتور وفاء على فكرة. حبيبتي الله يحفظك يا رب. أول الإذاعة. مشكورة. شكرا لكم وإذاكم الله. يا مرحبا. مشكورة جدا على هذه الطاقة الإيجابية في واحد صايم يعني ويحصل مثل هذه المكالمات. الله يحفظها. هي طاقة إيجابية جميلة. فمثل ما ذكرت يعني الأخت شمة أن المسألة ترى اليوم أنت تبرعت. احتمال في يوم من الأيام أنت تحتاج حد يتبرع لك. صحيح. صح على دكتورة. والنعم. طيب في مداخلات بعد ولا في مداخلة؟ طيب نشوف الرسائل النصية. دكتورة شو أخبار الإجابات؟ إذا ممكن نرسل معلومات الهامة لكل حلقة على شكل تغريدات لتعم الفائدة للجمهور وجزاكم الله خيرا. علي إبراهيم البقيش، علي يعني المعلومات هذه موجودة يعني يتم إرسالها بشكل أو بآخر عبر حساباتها يتصحها على DHA_Dubai، بشوفها في الإنستغرام أو حتى في التويتر. صحيح. بشكل يومي وحتى تطبيق حياتي وطفلي. صحيح. طفلي يذكر الأول حمل لغاية ما عمر سنتين من الطفل، يعني كل فترة الحمل وسنتين وحياتي إذا كان عنده سكر حمل كمان. وين يكون متواجدين شركات التأمين للزوجة وهي الآن حامل بالشهر الثاني؟ تذكرين وين قال دكتور الباحث؟ نعم أتذكر. زين، لين ما تطلعين الإجابة نشوف نقرأ. صباح الفل يا حلوين. طيب يا حلوين ويا رب أفوز. إن شاء الله تفوزين يا رب. إن شاء الله تفوزين. إذا جاوبتي صح بتفوزين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شو أقرأهم؟ أقريهم دكتورة. يتواجد فريق العمل في المواقع التالية: مستشفى لطيفة من 14 ل16 يوليو، مستشفى دبي من 20 ل23 يونيو عفوا 6/6، مستشفى راشد من 26 ل30 6، مستشفى حتى من 11 ل14 7، مركز ند الحمر الصحي من 17 ل21 يوليو شهر 7، مركز البرشة الصحي من 24 ل28 7، مركز المزهر الصحي من 4 إلى 8 أغسطس شهر 8 إن شاء الله 2016.
جميل. طيب دكتورة الآن في ولا ما في داعي خلاص هذا السؤال بقول لك يا تحت الهواء. طيب نرجع دكتور نتحدث عن نتكلم عن مشروب اليوم. شو تنصحينا على الإفطار اليوم؟ ما بدي كان أحكي عن مضار القهوة عشان ما يقولوا أنا مغاوزة للقهوة. ما بدي كان أقول إنه في مضار إذا زادت عن حدها يعني كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. هذا صحيح. وبالقهوة بالذات يعني شوف فائدتها إنك تأخذها بمقدار أكثر شيء إذا كانت لي 4 أكواب في اليوم مش أكثر من هيك. إذا زاد ممكن تؤثر على العظام, ممكن تؤثر على الجسم بشكل سلبي. ما ننصح فيها لأنه نتمنى أنه ليلتزموا في العدد لأنه هي جميلة جدا ومن إحدى الأشياء اللي خلقها ربنا حتى تفيد الإنسان في الكمية المعقولة في حدود الطبيعة. أما إذا زادت عن الحد فتنقلب ضد. تكلمنا احنا عن العرق سوس وتكلمنا عن ايش وتكلمنا عن تمر هندي. نتكلم عن تكلمنا عفوا عن قمر الدين. بدنا نتكلم عن الخروب. قبل نتكلم عن الخروب دكتورة خليني أوقف استقبال الإجابات على السؤال لأن ما نجري السحب. الإجابة السليمة هي شو دكتورة؟ قبل الحمل بأشهر ولمدة 12 أسبوع. طبعا هذا يجب عليك تناول الفوليك أسد لمنع التشوهات في العمود الفقري لطفلك. الآن دكتورة نحن يعني هذا الفوليك أسد شو هو بالضبط؟ هو طبعا الفوليك أسد إحدى أنواع فيتامين بي يوجد في الخضار الخضراء واللحوم والألبان والأجبان والبيض. فإذا كان تغذيتها سليمة وهي من الناس اللي تأكل فعلا الحصص اللي لازم تأخذها من خلال الأسبوع من خلال الطبق الصحي إنها بتأكل خضار خضراء كثير, تأكل لحم مرتين في الأسبوع أو مرة على الأقل, تأخذ أسماك, تأكل أجبان ألبان, ما بيكون عندها مشكلة. ولكن الناس يجب أنها تعمل فحص وتتأكد من البي وتتأكد أنه النسبة جيدة. إذا لا يجب أنها تأخذ حتى تمنع تشوهات الخلقية في العمود الفقري نتيجة لنقص فيتامين بي اللي هو الفوليك أسد. جميل. هذه المعلومة اللي خاصة بسؤال اليوم. ناخذ مكالمة دكتور بما أن عندنا تقريبا 3 دقائق. مايد أهلا السلام عليكم. يا هلا, أنت آخر متصل معنا اليوم, تفضل يا مايد. أخبارك؟ الله يسلمك. الله يعطيك العافية. بس عندي سؤال اللي بيسوي عملية المرارة في التغذية له. سؤال حلو إن شاء الله. حاضر حاضر, جزاك الله خير يا مايد. تسمع الإجابة ونختم مع هذه الإجابة دكتور. إن شاء الله. ويا جماعة الخير في الكنترول سحبوا لنا اسم الفايز وبلغونا. تفضل يا دكتورة. هلأ بالنسبة للناس اللي شايلين المرارة, المرارة دورها تصفية الدهون في الجسم. فأول شيء يجب أن يمتنع عنه الشخص اللي شايل المرارة الامتناع عن تناول الأطعمة المدهنة أو الأطعمة المقلية. حاول دائما يأخذ الأطعمة خالية من الدسم لأنه المرارة اللي هي المصفاة للدهون في الجسم غير موجودة, وبالتالي يثقل يتم يصير في ثقل على الكبد. فإحنا عشان ما يصير في مشاكل في الكبد ونخفف عمل الجسم لأنه العضو هذا غير موجود, حاول قد ما تقدر تشرب مي كتير, حاول قد ما تقدر تشرب مشروبات صحية مثلا ينسون, بابونج, نعناع, ميرامية, وشومر مثلا, ويبتعد عن الأطعمة المقلية لأنها العدو الأول للناس اللي شايل المرارة. قد ما بيقدر يبتعد عن الأطعمة المقلية, الأطعمة المدهنة لأنه ما في إلها مجال للتصفية وبالتالي بتزيد عمل باقي الأجهزة في جسم الإنسان. جميل. دكتورة كنا نبغى نتكلم اليوم عن كبار السن وكنا نبغى نتكلم عن مشروب اليوم خروب. خلاص نعطيهم يا بكرة ولا؟ باكر زين ممكن نتكلم عنه باكر إن شاء الله. طيب الفائز معانا في مسابقة اليوم أو الفائزة موزة ناصر الغفلي. ألف مبروك للفائزة معانا موزة ناصر الغفلي, فازت معانا بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. أنا شاكر كل اللي شاركوا في مسابقتنا اليوم وإن شاء الله يعني أنا الود ودي أربحكم كلكم والله العظيم على صحيح. المسجات اللي يبعثونه وكذا ودي أربحهم كلهم لكن في النهاية
الغرض الأساسي من وراء هذه المسابقة هي إيصال هذه المعلومة الصحية والطبية وتصحيح بعض المعتقدات. أنا بحب أكثر محمود إنه تكون مش الإجابة، يعني لما بجاوبوا كلهم صح بحس إني أنا ما أضفت المعلومة، لما بجاوبوا غلط ومنصلح أو بيصير في زي أنت بتعطيهم هيك مش تغشيش لكن مساعدات بترسخ المعلومة أكثر، وأنا هذا اللي بيهمني أنه فعلا في معلومات مش واصلة عند الناس. زين، ترى حين متعودين هم 15 يوم أسئلة سهلة اليوم أعطيتك السؤال ما شاء الله أعطيتينا سؤال وايد صعب كلهم غلطوا فيه، بس موجود في التطبيق، موجود وهذا في التطبيق. من ضمن الأشياء اللي لازم نوعي فيها خصوصا للي لسه متزوجين وبيخططوا للحمل، يعني هذا حيساعدهم جدا في أنه يكون عندهم إن شاء الله بإذن الله. خلي أنا الأسئلة عندك من اليوم ورايح أشواق شو؟ خلاص؟ وبعدين قعدي بعدنا ما ختمنا، قعدي أنا اليوم يالس ساعتين يالس اليوم إيسي على الكرسي لا تقومين. عموما شكرا جزيلا لك دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي على المعلومات القيمة وعلى الإضافات الصحية التي تقومين بإثراء معلوماتنا بها. شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول للأخت ميثة بنبيات مخرجتنا المبدعة دائما، وكل الشكر للأخت أشواق مسعد على التنسيق، وأيضا الشكر الكبير لكم مستمعين على هذا التفاعل، ونتمنى أيضا كذلك مزيد من التفاعل، سواء إذا كانت عندكم أسئلة معينة تبغون توجهونها أو حتى مواضيع تبغون نطرحها في هذا البرنامج. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا إلى اليوم، تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد شو نقول؟ دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.